إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ووصفة سحرية جديدة، سأقدم بإذن الله وصفة رائعة وفعالة ونتائجها سريعة لعلاج آلام الركب والمفاصل وآلام الروماتيزم وحتى آلام الظهر. هذا المرض المزمن الذي يعاني منه العديد منا وخاصة النساء، لأنه يصيبهن أكثر من الرجال. آلامه تكون ناتجة عن التهاب المفاصل وتتطور إلى أن تتورم وتسبب آلام شديدة، في بعض الأحيان تعيق عن الحركة، حيث أن المصاب بالتهاب المفاصل لا يستطيع المشي والحركة ويشعر بتيبس في مفاصله وخاصة مفاصل الركب. علاج هذا المرض يكون صعب ومزمن نوعا ما، والعلاجات الطبيعية أفضل وتعطي نتائج جيدة، لذلك سأقدم لكم هذه الوصفة التي هي من صميم التجربة ومضمونة وفعالة، وما عليكم سوى المواظبة على استعمالها وبإذن الله سوف تشفون تماما. إذن سوف نستعمل مكون رئيسي كما لاحظتم معي، إنه الشمع. لابد أنكم تتساءلون كيف يمكن علاج آلام المفاصل بالشمع. نعم، الشمع رائع جدا لعلاج آلام المفاصل، وسوف نستعمله في هذه الوصفة مع مكونات أخرى. إذن سوف نحتاج إلى شمعة واحدة، وسوف نحتاج إلى المكون الثاني، سنحتاج إلى زيت الزيتون. نعم، زيت الزيتون فهو أفضل الزيوت لعلاج آلام المفاصل، يعمل على تليين حركة المفاصل ويحمي الغضاريف من التآكل. وسنحتاج إلى المكون الثاني، إنه بودرة الزنجبيل. هذا المكون كالسحر في علاج هذا المشكل، فهو يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، كما أنه يهدئ الآلام بسرعة ملحوظة. وسنحتاج إلى المكون الثاني، إنه الفلفل الأسود. هو سحري للآلام والتهاب المفاصل، لأنه يعمل على تحفيز وتحسين الدورة الدموية في المفاصل، مما يجعل الآلام تختفي وبسرعة. إذن سنمر لتحضير هذه الوصفة، وأول ما سوف نقوم به هو سنقوم ببشر الشمع في مبشرة تكون رقيقة بهذا الشكل. سوف نقوم ببشر مقدار ملعقة كبيرة في هذه المكان الرقيق. إذن نحصل على ملعقة كبيرة من مبشور الشمع بهذا الشكل كما ترون. إذن سوف نأخذ إناء بهذا الشكل، سوف نضع فيه كما قلنا ملعقة كبيرة من الشمع المبشور بهذا الشكل، وسوف نضيف إليه ملعقة صغيرة من الزنجبيل بهذا الشكل. سوف نضيف نصف ملعقة من الفلفل الأسود، وطبعا سوف نضيف زيت الزيتون.
مقدار 4 ملاعق الى 5 طبعا حسب طبعا الشمع. ونضع كل هذه المكونات على نار تكون هادئة حتى يذوب الشمع، وتسخن كل المكونات وتتجانس مع بعضها حوالي تقريبا 10 دقائق، ثم سوف نزيلها. إذن عندما يذوب الشمع كما ترون تصبح بهذا الشكل هذه الخلطة. مباشرة بعدما يذوب الشمع تقومون بوضعها في قنينة زجاجية بهذا الشكل، طبعا لأن بعد ذلك سوف يجف وسوف يعقد ويصبح مثل الكريم، لذا يجب مباشرة بعدما تقومون بتذويبه تضعونه مباشرة في قنينة زجاجية بهذا الشكل كما عندي. كما ترون بهذه الطريقة سوف أضعه في هذه القنينة. وطبعا سوف تتركونه حتى يصبح مثل الكريم، لأنه عندما سوف يبرد سوف يصبح صلب مثل الكريم تماما. وبعدما تحصلون على هذا الكريم السحري تقومون باستعماله، وطريقة استعماله سهلة وبسيطة. يفضل استعمال هذا الكريم ليلا، ويفضل أيضا أن يكون ساخن. تأخذون القليل من هذا الكريم في ملعقة صغيرة، وسوف تقومون بتسخينه على النار حتى يذوب، لأن كما قلت لكم هذا الكريم سوف يصبح على شكل كريم متيبس وصلب. تقومون بأخذه في ملعقة صغيرة المقدار الذي يكفيكم للاستعمال، ثم تضعونه في ملعقة وتقومون بتسخينه على النار في الملعقة. تأخذون ذلك الكريم الساخن الذي سوف يصبح سائل وعلى شكل زيت، ثم تدهنونه في مكان التهاب والآلام المفاصل في الركب أو في الظهر أو في الكتفين أينما وجد. ضعوا هذا الكريم عليه وقوموا بتدليك خفيف حتى يمتص الجلد هذا الكريم، وترتدون ملابس قطنية وتنامون، وفي الصباح لن تبقى أي آلام ولا التهاب. فهذه الوصفة كالسحر في علاج هذا المشكل، وإذا امتدت الآلام فما عليكم سوى المداومة عليها يوميا كل ليلة قبل النوم حتى تختفي الآلام. طبعا كما أقول دائما فكل شخص حسب استجابته لهذا العلاج، طبعا وكل شخص حسب قدراته وبنيته، وطبعا حسب مدة ودرجة تفاقم المرض لديه. فما عليكم فقط سوى المداومة على هذه الوصفة، فإذا لم تعطيكم نتائج في اليوم الأول أو في المرة الأولى فلا تيأسوا، داوموا عليه المرة الأولى والثانية والثالثة وبإذن الله سوف ترون النتائج. فالوصفات الطبيعية كما أقول دائما تحتاج إلى القليل من الصبر. إذن أصدقائي صديقاتي كانت هذه هي الوصفة السحرية لليوم، أتمنى أن تفيدكم وبإذن الله سوف تفيدكم، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.